سلام، هذا الجزء الثاني من قصة محمد، ويلي ما شاف الجزء الأول أتمنى يرجع يشوفه، وإذا ما يبغى شرح مفصل القصة نسوي تلخيص لأحداث الجزء الأول كذا على السريع ونرجع لأحداث الجزء الثاني بإذن الله. القصة تبدأ مع شخص اسمه محمد اضطر انه يروح يعيش عند خالته ويدرس عندها، درس عندها وكان يعاملوه معاملة طيبة، وبعد فترة اكتشفوا ان في سحر بين العائلة واخذوا محمد الين عند شعوذ او شيخ ما اعرف، بس انه اخذوه عند شخص واكتشفوا من هذا الشخص اللي سوى السحر، وكان الاستاذ يلي يدرس محمد في المدرسة، وكان هذا الاستاذ مجرد وسيط بين الساحر والناس اللي يبغوا يسووا السحر لعائلة محمد أو خالته. وهذا ملخص الجزء الأول. وصلنا لين عند اللحظة السعيدة في الجزء الأول، واللي هو إنه خلاص انتهت المشاكل بين خالة محمد وزوجها، بس القصة ما انتهت هناك لأن في أحداث صادمة ومرعبة في الجزء الثاني. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسى تسوي لايك وتشترك ويلا. ها، يقول محمد: صح ان قصة العمل او السحر انتهت، لكن بالنسبة لي القصة بدأت، لاني من بعد اللي حصل بدأت اغلب الايام تجيني كوابيس متشابهة، واصحى من النوم مفزوع واقوم اصرخ بصوت عالي حتى يسمعوني الجيران. كنت احلم اني في مكان فضاء كذا غريب واسود ومقيد، ما اقدر اتحرك ولا اهرب، واحاول اصيح باعلى صوت وما اقدر، وحتى اني كنت اصيح بس ما يطلع الصوت، يعني كاني في مكان مكتوم، وكنت احس ان في حاجات قاعده تمشي لكن ما اشوفها. ما كنت اهدى الا لما يجي زوج خالتي يحضني بقوه ويقرا علي المعوذات، رغم انه حاضني الا اني كنت احس بنفس الفزع الكبير وانا صاحي كمان، وما اقدر انام الا بعد ساعه او اكثر، وكنت حتى لما اروح البيت عند امي يحصل معايا نفس الشيء، وهذا الشيء خلى أمي تخاف وتستغرب ليش؟ إيش اللي قاعد يحصل معايا؟ ودائما رغم أني قبل ما أروح عند خالتي ما كان يحصل معاي شيء كذا، كنت أنام بعمق، ومع مرور الأيام كان يتطور الوضع لدرجة أحيانا كنت أقوم بالليل وأنا مش بوعي، وبعدها أرتب فراشي وأفتح الباب وأخرج الشارع ومش عارف فين أروح، وما أحس أو ألاقي نفسي إلا وهم قاعدين يلحقوني ويرجعوني للبيت. والغريب إنه كانت عيوني مفتوحة دائما وأشوف، بس لما يرجعوني أصحى وما أتذكر أي شيء، ولا حتى أني خرجت ولا أني سويت شيء. ساعتها قررت أمي أنني أرجع البيت وأجلس عند أمي وأبويا علشان لو يحصل لي شيء يكونوا هم المسؤولين علي ويكونوا يطمنوا علي أكثر. رجعت بيتنا واستمرت الكوابيس معايا، لكن بشكل أخف مما كانت شوي في بيت خالتي، وأنا مكاني صغير ومش فاهم أي حاجة. مرت الأيام وبدأت أتعود إلين انتهى ونسيت الموضوع تماما. كبرت ومع الأيام وصلت الثانوية انتقلنا على بيت جديد، وبنفس اليوم اللي سكننا فيه جاني الكابوس هذا وبنفس الرعب السابق، وكنت أحاول أصيح بأقوى قوتي، كنت أعافر وأقاتل عشان أصحى، وفعلا صحيت رغم أني قاعد وصاحي إلا أني أحس بنفس الشعور وبنفس الرعب، وكنت أحس أشياء قاعدة تمشي علي بس ماني شايف أي شيء. ولما كنت حتى وأنا صاحي كنت أحاول أني أصرخ أصيح، ما حد يسمعني أبدا وكأني بدون صوت وأنا صاحي فعلا، وأحس جسمي كله مخدر. إلا أنا أتذكر أنه حصل معي نفس الموقف من قبل وأهدي نفسي شوي، وأول لما أهدأ يرجع صوتي ورجع طبيعي، واضطر اننا استسلم. ولما تكرر الموضوع معايا اكثر من مرة وانا كبير رجعت اكلم امي وكانت ترقيني قبل ما انام. بعد ما كنت يعني اقرأ المعوذات واحاول ارقي نفسي كان يجي هذا الكابوس، بس الغريب انه كنت اصحى وانا مرتاح ومنتعش، مع ان المفروض زي كل مرة اننا اصحى وانا مرهق وتعبان ومنزعج، بس اللي كان يحصل العكس تماما. مرت الأيام وكانت الكوابيس تتكرر من وقت للثاني، وبعدها أصحى وأنا حاسس بشعور مريح. العجيب مرة ركزت على حاجة حصلت وخلتني ربطت اللي بيحصل معايا بحاجات كانت تحصل من قبل، وأنا مش مركز مع هذا الشيء خالص. كنت في الفترة هذه لمدة سنة تقريبا، وبشكل متقطع كل ما يجينا الكابوس هذا وأصحى وأنا مرتاح ونفسيتي ممتازة أموري طيبة يوصلني خبر موت أحد. يوصلني خبر موت أحد معين، يعني يكون هذا الشخص أعرفه أنا شخصياً
أو أحد يكون يعرفه من أقاربي، وهذا الشيء يتكرر 4 مرات خلال سنة. بس المخيف في هذا الموضوع إنه بعد ما ركزت وجلست أربط كل شيء ببعضه كان بيحصل معايا أكثر وأكثر. خليني أوصف لكم طريقة حصول الحلم وخبر الموت اللي يجيني. الليلة يلي يجيني فيها الكابوس وأصحى ونفسيتي مرة تمام على تمام، يوصلني خبر موت أحد أعرفه، وموت مش طبيعي، يعني يكون هذا الموت ما هو طبيعي، أما حادث أو قتل أو أي شيء، المهم إنه موت ما هو طبيعي. والأغرب من هذا كله أن واحد فيهم جتني بدون شعور أتمنى إنه يموت وأخلص منه بأي طريقة، وأول مرة وثاني مرة كنت أقول الموضوع مجرد صدفة، بس لما تكرر المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بدأت أخاف، وأصبحت لما يجيني الكابوس وأصحى مرتاح ويوصلني خبر الموت هذا كنت أروح أبكي أبكي بكل قوتي وأخاف وأجلس طول الليل أدعي الله من قلبي وأتمنى أنه أنا مش السبب وراء موت حول الناس. وأتذكر المواقف يلي خلتني أتمنى موتهم كنت أنهار أكثر، وكل مرة أحاول أقنع نفسي أنه مجرد صدفة، ولما يتكرر أرجع لحالة الانهيار من جديد. صدقوني الاكتئاب ما هو شيء عادي، أنا مريت باكتئاب عنيف، ظليت فترة أعاني من هذا الشيء، مريت بفترة عذاب نفسي وجلد ذاتي مش طبيعي، إلى أن جاء يوم تكلمت عن هذا الموضوع لواحد من أصدقائي، وهو حاول يوضح لي ويقنعني إن ما ليش دخل أبداً وإنه كله قضاء وقدر، وعمره ما كنت أنا سبب إنه جاء أجلهم. حاولت كثير أني أقتنع بهذا الكلام، وطبعاً اليوم اللي كلمته فيه بطلت هذه الكابس تجيني، وكأنه في علاقة فيني اني اذا كلمت احد باللي يحصل يتوقف هذا الشيء، زي ما المره الاولى لو اتذكروا كلمت امي باللي حصل وتوقف معايا الفتره، بس رجع معايا يحصل ويتكرر هذا الشيء من بعد فتره. عدت فتره وما كان يحصل شيء، بس كنت قاعد اجلد ذاتي وكنت مكتئب ومر بنفسيه صعبه، بسبب انه كنت يعني اقول انا سبب في موتهم، كان شيء صعب بالنسبه لي مره. طبعا بعد ما كلمت صاحبي توقفت الكوابيس فترة، وصديقي هذا مات بحادث مروري. ألف رحمة على روحك يا يوسف، وأتمنى لك الجنة، وتمنيت تمنيت تمنيت أني أتعرف على هذا الشخص من كثر ما وصف لي محمد عن هذا الشخص، تكلم لي عنه والله دمعت وقتها حرفيا من كثر ما هذا الإنسان إنسان يعني يستاهل أنك تتعرف عليه، إنسان يعني ما أوصفها حقه والله. الله يرحمه، أتمنى لها الجنة، ولا تنسوه من دعوتكم، الله يرحمه. وخلينا نرجع لموضوعنا، وبين الفترة من لما كلمته إلى أن توفى ما جاني أي كابوس، لكن بعد ما توفى تغير الوضع عندي تماما، أصبحت بين فترة وفترة تجيني أحلام وأحسها واقعية وقتها بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، كنت فجأة أصحى على صوت الأذان وبدون قصد أغفى بشكل إجباري تماما، ويجيني حلم أصحى بعده مباشرة ولا إراديا أوقف على رجولي وأسمع الإقامة. الغريب إن هذا الأحلام اللي كنت أحلمها كان في يوم أو يومين ألاقي اللي حلمته يحصل بالتفصيل، يعني كنت أحلم أشياء وتحصل حاجات غير متوقعة أصلا ولا حد كان يفكر فيها. مثلا أول مرة حصلت إني بنفس ذاك الوقت حلمت إنه حصل حادث في مكان معين وتغلقت الطريق، وفعلا بعدها بيومين حصل نفس الحادث وبنفس المكان وتغلق نفس الطريق وبنفس الشكل اللي أنا شفته بالحلم. وفي مرة ثانية اختفى شخص من العائلة وما حد عارف وين راح، وبنفس الوقت جاني حلم إنه في مكان معين واللي يعرف هذا المكان أخته. وآخر مرة حصل معايا هذا الشيء من فترة قريبة، وما أدري إذا كان هذا الشيء بيستمر معايا أصلا أو له علاقة باللي كان يحصل معاه من قبل أو لا. إذا كان محمد يشوفني أحب أقول لك يا محمد والله تحقق الموقف اللي حكيته لي، وإذا كنت أكذب جعلني ما أغلق التصوير إلا وأنا ميت. تحقق الموقف يا محمد، مش شرط أنه تحقق يعني بالمعنى الحرفي اللي أنت وصفت لي فيها الحلم، بس أنه تحقق. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة، أتمنى أنكم استمتعتوا، لا تنسوني من اللايك والاشتراك، وأشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.